شكرا لحضركم في هذه الجلسه الختاميه لمسلسل اللي دام سنتين كامله حول المذكره ديالنا، المذكره ديال مؤسسه اوان اللي هي كتعمل بأوساط متعدده في المغرب يتحول، وذلك كتجهيز أوساط مغربيه فضاءات للمساواه للادماج للامن وللتضامن. هذا اللقاء هذا هو كيختم سنتين من العمل اللي هيئنا فيها بطريقه تشاركيه المذكره ديالنا اللي هي متعلقه بالاسر، يعني اسر متعدده في المغرب يتحول. انطلقنا من ضعف المعطيات اللي هي كاينه متعلقه بالاسره، وقمنا بواحد البحث وطني عبر التراب الوطني من اجل يعني الوقوف على الواقع الحقيقي ديال النساء وديال الاسر اللي هي بالاخص الاسر اللي هي في وضعيه هشه، والقناع لانه ذاك النموذج ديال الاسره المثاليه اللي فيها الرجل والمراه والاطفال هذيك ما كتشكل الا واحد الجزء من الاسر المغربيه، وكان عدد كبير مع الاسف من النساء المطلقات، النساء الاراميل، النساء المعلقات ممزوجات ممطلقات، اللي مجوجه بفاتحه، اللي ما عندهاش الكواغات، يعني كان واحد المعاناه كثيره ديال النساء والاطفال ديالهم في الوقت اللي السلطات العموميه يعني كتعامل او السياسه العموميه كتعامل اساسا مع واحد النموذج ديال الاسر اللي هو يمكننا نقولوا انه خيالي، يعني ما كيناسبش الواقع ديال مجموعه كبيره من المواطنين والمواطنات. وهذا المذكره وجدناها بتعاون مع مجموعه من الجمعيات عبر التراب الوطني اللي كتبان من خلال يعني هاد اللوغو ديال مختلف الجمعيات اللي اشتغلوا معنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب ديال البلاد. واليوم هذا الاختتام هذا هي مناسبه باش نخرطوا او باش نعبروا على الخيرات ديالنا الكامل في الورش الاصلاحي الكبير اللي طلقوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله من خلال الخطاب ديالو ديال العرش ديال 2022، وكذلك من خلال الرساله الملكيه ديال 26 سبتمبر. وكاين واحد الاراده انه القوانين المغربيه، قانون الاسره على وجه الخصوص، ولكن كذلك القانون الجنائي ومجموعه من القوانين الاخرى متعلقه بوضع النساء، انه يتم تحيين ديالها مع التطور ديال المجتمع المغربي والتحولات اللي عرفوا المجتمع المغربي، كذلك يتم الملائمه ديالها مع الدستور المغربي والمبدأ ديال المساواة اللي هو من القيم الكونية لحقوق الإنسان، وكذلك من القيم اللي موجودة في كل الديانات، والملائمة مع الاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها المغرب. وكنظن عندنا التجربة الناجحة ديال اللي كانت ناجحة في البداية ديال 2004 ديال الإصلاح الكبير ديال 2004، ولكن لاحظنا على أنه ذاك الحالات ديال الاستثناء اللي عملناها وخليناها بين يد القضاء، تنلاحظوا أنه كان واحد يعني واحد سوء يعني التطبيق ديال هاد المقتضيات، وهذا جا كذلك في الخطاب الملكي اللي كيجعل على انه هاد المره خصنا نمشيو ابعد، خصنا نكونوا صارمين فيما يخص منع تزويج الطفلات، نكونوا صارمين في منع تعدد الزوجات اللي هو كيكسر الاسره وكيهن المراه اللي كتعاني من ذلك. بغينا المساواه تكون موجوده في جميع البنود بما فيها المساواه في الارث، مساواة في الولاية القانونية على الأطفال، المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، لأنه النساء كيخدموا بزاف ولو ما كيدخلوش الفلوس دائما بحال بحال الراجل، في عدد من الحالات كيدخلوا الفلوس وكتكون ذاك المصروف مشترك ما بين المرأة والراجل، ولكن القانون ما كيعترفش بذلك، كيعترف فقط بالمصروف اللي كيقوم به الراجل، وهذا ما هو لا في مصلحة الراجل ولا في مصلحة المرأة. إذا عملنا التحديث وتقويم اللي يمكننا نقولوا واحد الاصلاح اللي هو عميق وشامل لمدونه الاسره والقوانين الاخرى، اكيد اننا غادي نجعلوا المجتمع ديالنا اكثر حداثه، اكثر تقدم، اكثر، وغنفعوا بلادنا، لانه غادي يسمح بمشاركه كامله ديال النساء في تنميه البلاد وفي اقتصاد البلاد. النساء كنقوموا ببحث في اي مكان، نتلاقاو مع النساء في مجموعه ديال الجهات. طبعا مش كنقوموا بالبحث ديالنا، مش نوجدوا